التحول الجنسي من الظواهر الاجتماعية التي بدأت تفرض معالمها على المجتمع الجزائري رغم معارضتها مع المبادئ الدينية والأخلاقية، فإذا كانت القرارات المصيرية في الحياة من أصعب المواقف التي تمر على أي شخص، فهل يوجد أصعب من قرار إقدام شخص على الخضوع لسلسلة عمليات جراحية ليتحول جنسياً وتتغير حياته من النقيض للنقيض، ويجد نفسه بعد أن كان محسوباً على عالم الإناث أو الذكور قد أصبح جزءاً من عالم آخر يسعى للاندماج فيه ليواجه مشاكل لا حصر لها تدفعه إلى الوقوف في المنتصف بين العالمين، ليواجه حالة من الندم قد تؤدي في غالب الأحيان إلى انتحاره. امبوسيبل يعرفوا اللي هنا راجل ما قبل. زراعة الأداء عند المتحولين جنسيا خطيرة وخطيرة جدا. فيه علاج لو أنه حقيقة يتم التكفل بهم. خطأ في الصغر يمكن أن يعود بالسلب على حياتك، خاصة إن كان من حولك يدعمك ولا ينير طريقك إلى فعل الصواب والابتعاد عن مواصلة ارتكاب الخطيئة. ركزوا جيدا ولا تتسرعوا في الحكم، فهذا الشخص يمكن أن يكون ذكراً بعيداً عن الرجولة أو قريباً من الأنوثة. المتحول جنسياً لن ينال حكماً قضائياً لصالحه. قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لكن في كلتا الحالتين لا ينتمي لكلا الجنسين، فالهيئة تثير الشك والملامح لا تعطيك جوابا شافيا عن جنسه، فرائحة العطر المنبعثة وطلاء الأظافر كفيلان بإبعاد الشبهة عن سمة الرجولة، لكن بقايا الشعر المنثور على الذقن التي عجزت مستحضرات التجميل عن إخفائه تبعد الشكوك عن جنس الأنوثة أيضاً. انتبه، إنهم المتحولون جنسياً. لا يحب رؤية وجهه في المرآة إلا بعد وضع مساحيق التجميل، لا يستطيع النوم إلا بعد ارتداء ملابس نسوية. فاتح، أو كما ينادونه فاتي، شاب في العشرينيات من العمر، عاش ظروفاً اجتماعية صعبة وقاهرة، ومعاملة الوالدة له على أساس أنه بنت، وتعرضه للاغتصاب على يد 4 وحوش بشرية، عوامل جعلته يكره جنسه الحقيقي ويعيش على أساس أنه أنثى بكل المعايير. مرحلة الطفولة كنت عايش أنا والبارون ديالي أنا والوالدين نورمال عادي. أبري ما غلطت واحد 5 سنين عاديك واحد 6 سنين كانت العزوجين مات ديال الحمام معها، وكانت بنت خالتي، هي بنت خالتي تلبسني زعما هكدا حوايج نساء ومنها وكاع. هي تقول لي ما شوفي شوفي بنتك هادي ماشي ولدك، هي يما بقات فيها شغل تقول لي انتي يا بابي شادي علي انتي يا بابي شادي علي، مما جابتش دراري هي ما جابتش بنات جابتو دراري. هي ومن بعد هكدا ابري 5 ans تلاقيت جماعة هكداك شغل وليت 12 ans هكداك واحد 13 كان في عمري، تلاقيت جماعة قالوا لي يروحوا نقعدوا هكدا قعدة تاع الرجال وما نعرف شنو، جابوا شراب هكدا ومنا بديت نشرب انا معاهم وصرا لي صرا.
الشباب كانوا كي غير وين خارجين من الحبس كشغل المون تاع 5 جويلي واحد أربعة من أربعة أيوة أيوة. ومن بعد كي روحت للدار غلطني عمري هذا ما لقيت ما ندير عاد غير نشوف فيه روحي عاد ما بواحد دو سومان هذاك الشهر وقعت لا سيباراسيون تاع الشيخ والعزوج كانوا يديروا لي شويه هكذا فوندو تاع شويه على عيني كيف كيف كانوا يديروا لي كاع المكياج كاع كانوا يديروا لي هذا راك تبي فيها ما كاع كانوا يديروا لي هذا ما كان هذيك كما نقولوا شيطاني يحضر في هذاك الوقت كي يحضر هو ما نقدرش نرقد انا ما نقدرش لازمني ندير اللي في راسي لازمني نلبس هكذا فيس تانسا ونرقد بها هي لو كان ما نرقدش. في سن الخامسة بدأت قصة معاناته قصة لعب فيها دور الضحية قصة تعددت فصولها واختلفت مع مرور السنين فالبداية كانت مع والدته التي كانت تأخذه إلى حمامات النساء وقاعات الحفلات وكل التجمعات النسائية لدرجة أنها كانت تناديه بابنتي فهي لا تجد أي مانع في إجراء عمليات التحول لأنها اختارت طريقها وقررت أن تعيش بعيدة عنه والدة ماهيش معارضة بيسكي هي تبغي تشوف حياتها هي راحت كيما نقولوا دارت سيباراسيون هي وشي ما يهمهاش دوكا فيا انا نولي مرا ما نوليش نتزوج ما نزوجش نخدم ما سي بون دوكا هي راحت ما يهمهاش. مع مرور الوقت والسنوات بدا احساس الانوثة بداخله يتحول الى يقين فسلوكياته المكتسبة في الصغر تحولت إلى جزء لا يتجزأ من شخصيته ووصل به التفكير حد الخضوع لعمليات تحل مشاكله رحت لعجوز في بلاصة والشيخ في بلاصة والشيخ تزوج والعجوز هي تاني تزوجت ومن بعد شغل هكذا بديت نحس في روحي هكا ميول تاع الجنس ديالي هكذا رايح ما بين ميلونجي هكذا ما بين الإناث وما بين الذكور هكذا شغل ما فهمتش على روحي أنا راح نحط روحي يا بري من بعد كنت في الدار وحدي هكذا من نلقى هكذا حوايج تاع مرات الشيخ تاع أختي الصغيرة اللي من الشيخ يعني كي نكون وحدي في الدار نلبس نورمال هكذا نشوف روحي هكذا نحس في روحي كشغل راني طفلة هكذا راني مرا راني من نروح للكوزينة ندير الدار ننظفها نتوهيها عطيتها لتونس خرجت لتونس لقيت خدمة تما خدمت وقعدت كريت وكاع عرفت شي بنات واحدة الرابعة خمسة هكذاك كشغل هكذا فتحت لهم قلبي قلت لهم ما وش كان وش ما كانش هيا كانوا من داك يجوني للدار واحدة تصور لي صعاري واحدة دير لي الماكياج واحدة تعلمني كيفاش نطيب واحدة هكذا واحدة هكذا شغل قعدت في هذاك الجو ما خرجتش منه أنا شغل قعدت ما بين البينين هيا قالت لي واحدة علاش ما تديرش عملية تاع تحويل جنس رحت انا للطبيب قعدت معاه قال لي لازمك واحد تروز دير معالجة نفسية تقعد لازم تروى موا كل تروى موا نديرو لك كل تروى موا كشغل نديرو لك تاس نشوفو كيفاش منا واحد تروز واحد 3 سنين عندك ومن بعد تصرى العملية. العمليات الجراحية التي يقبل عليها المتحولون جنسياً تعرضهم للعديد من المضاعفات الخطيرة
فالدراسات الأخيرة أثبتت أن 90% من هذه العمليات تسبب سرطانات خطيرة جداً وأمراضاً قد تودي بحياة الإنسان. دخلت بعد وجدت لي بابي وجدت نسخة ديال جواز السفر، عطيته قلت له شحال المونطون، ضرب هكذاك كاليكاتريس قال المونطون واحد 11 مليون، هكذاك 12 مليون، وغير عملية واحدة هما 3 عمليات، إزالة شعر و بوتوكس و التالتة نسيتها مانيش عارف ليسونسيال، كل عملية ب11 مليون، تسمى تسقام لك 33 مليون باش نرجع انفان. هاي بعدها عاود وليت للجزائر، قلت نخدم ونشوف هكذا ندبر دراهم منا ونروح ندير العملية ونبقى عايشة في تونس واموري واضحة وقاعد هيك. هذا ما كان. ظاهرة التحول الجنسي راهي ظاهرة اللي غزات العالم سي ديغني طون، رانا نسمعوا بها بكثرة. لازم ديجا نفرقوا بين نوعين من الناس هادوم لي زوموسيكسويل. كاين لي زوموسيكسويل اللي تخلقوا ديجا عندهم عضو ذكري وعندهم لداخل أعضاء تناسلية أنثوية، وكاين الأشخاص اللي هم نفسيا وبسيكولوجيا يتعرضوا لحوادث أو إلى عدة أمور في حياتهم، أسلوب التربية دونك اللي عندهم أعضاء تناسلية ذكرية من برا ومن الداخل، لكن عندهم مشكل نفسي اللي يخليهم يحسون أنفسهم أكثر نساء من رجال. المهم أنا مش حنتعمق في هذه، حنتحدثوا لعملية التحول الجنسي. عملية التحول الجنسي تمر على مراحل، تبدأ ببعض العمليات الخفيفة مثل إزالة الشعر بالليزر، مثل شوية إن رينوبلاستي، بدلوا الأنف باسكو أنف الذكر مش كما أنف الأنثى، يعملوا شوية عملية تجميل في الوجه. مضاعفة عملية التجميل معروفة في العالم بأسره، تنجم تبدأ من مضاعفة أي عملية جراحية ككل، يعني الجراح اللي تتعفن، يعني الآلام، يعني عدم نجاح العملية في حد ذاتها أنه يكون حب حاجة شابة يولي أكثر يزيد من بشاعة الأمر. كاين المضاعفات تاع التخدير، مضاعفات تاع المواد اللي يحقن بها المريض قبل وبعد العملية إلى مضاعفات سبيسيفيك تاع عملية في حد ذاتها عملية التجميل، باسكو هذه مضاعفات العمليات بصورة عامة. أما مضاعفات الخاصة بعملية التجميل فهي سرطانات، باسكو حنا دوك اللازير الناس يستعمل فيه بصح ما عندناش من بعد واش هم لي ريبيركوسيون ا لون تيرم كلكو سوا اللازير، مازال ما عندناش ريكول باش نعرفوا واش هي المضاعفات تاعو من بعد. بصح يبقى الخوف من السرطانات، احتراق، الحروق على مستوى الجسم، مضاعفات خطيره. وكاين يقول لك لي زيفي بارادوكسال، ديري لازير باش تحصلي على نتيجه، تحصل على نتيجة معاكسة تماماً اللي كنتي تحوسي عليه. قلنا اللازير، قلنا عملية التجميل بصفة عامة، نوصلوا للعمليات اللي أمبو سبيسيفيك المتحولين جنسياً أنهم يحوسوا يديروا زراعة أثداء. زراعة الأثداء عند المتحولين جنسياً خطيرة وخطيرة جداً. علاه؟ أولاً لأنه ما نحكيش فقط على السيليكون اللي راح يتحط، اللي هو أصلاً مادة غريبة عن الجسم وتنجم تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. نتحدث أيضاً على العلاج الهرموني بعد العملية، وهنا تكمن الخطورة والخطورة، لأنه هذاك الذكر هذاك الرجل، وهنا أني نتحدث على المتحول الجنسي اللي هو ذكر اللي عنده جميع الجهاز التناسلي الذكري، عنده هرمونات ذكورة كي هو يحقنوه بهرمونات مختلفة، هرمونات أنثوية باش ينقصوا له في الخشونة تاع صوته، وباش يقدر أيضا لو ديفلوبمون هذاك تاع لا بلاستي مامير يقدر يشد. هذيك الهرمونات راح ياخذها براتيكمون طيلة حياته، لأنه الجسم تاعو راهو يفرز في هرمونات الذكورة، دونك لازم هرمونات الأنثوية باش تتعارض مع باش تقضي شوية تنقص من اللي فيه تاع الهرمونات الذكورية. ثنائية ظروف النشأة والتربية
من الدوافع النفسية للرغبة في التحول الجنسي حسب الأخصائيين النفسانيين. فالطفل الذكر ينظر حوله فيجد أمامه والده الذي يكون المثل والنموذج والقدوة، وفي حالة غيابه بالوفاة أو الطلاق أو السفر يبدأ في البحث عن الدور الذي يتقمصه. العلاج نفسي درت غير سيونس واحدة برا واحدة وقفت بسكما نورمالمون العلاج النفسي يفهمك، نورمالمون يفهم الوضعية ديالك، يحاور معاك، هو شغل قاعد اغريسيف معايا شويه، هذا راجل ماشي مرا، قاعد اغريسيف معايا شويه، هو اللي الاغريسيفيتي ديالو ما خلتنيش نعاود نرجع له دزيام فوا، وخلتني شغل نقلعها من بالي هذه حكايه تاع العلاج النفسي. عندما أتحدث عن التحول الجنسي عند فئة من الشباب في السنوات الأخيرة، يجب أن نذهب إلى أصل الموضوع وإلى أصل المشكلة. هو أنه في كثير من الحالات أنه هذا الشباب هذا نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية قد تكون صعبة في حياتهم، يصبحون فريسة سهلة لشبكات مختصة في التجنيد لهذه الفئة الهشة في المجتمع، و التأثير على أفكارهم وعلى أهدافهم الحياتية، ولكن أيضا على تصوراتهم الذاتية والجسدية. يتم تلويث نوعا ما لأفكارهم ولمعتقداتهم، ولكن أيضا لتصوراتهم الحياتية، ونبين لهم أن ما سيكتسبونه من الدخول في هذا الصنف هذا أو هذا الفئة راح يخليهم أنه نوعية حياتهم تكون أحسن، وتسهيلات في حياتهم المستقبلية. فهذا يخلي أنه حتى مثلا ما كناش نشوفه في سنوات ماضية، مثلا التحويل الجنسي أصبح أشياء اللي أصبحنا نعيشها في حياتنا اليومية عند فئة من الشباب. وهذا الهشاشة من الناحية النفسية تخليه عرضة لذوي الأنفس الدنيئة اللي راح تستغله، من ناحية الاستغلال التجاري من قبل هذه المصحات اللي في الحقيقة تبحث إلا على الترويج للسلع، لأن تعتبرها سلعة هذه العمليات اللي تقوم بها. أيضا هذه الشبكات راح تستغله وتكون عندها نسبة أكثر من ذوي الشذوذ الجنسي عبر العالم، ونعرف أنه الحرب الدائرة الآن لفرض هذه الفئة في عبر العالم، والفئة المستهدفة هي الفئة المتواجدة في دول العالم الثالث نتيجة ظروف معينة كانت أنه نوع من الأخطاء التربوية في الأسرة، اللي كانت مثلا أن الأم أو الأخوات، يعني خاصة نلقاوها الحالة يعني تتكرر كثيرا، هي الأم والأخوات اللي يبدأوا، لأنه هو جاء بعد البنات فنبدأ نتعامل معاه على أنه بنت، على وناخده معنا الحمام، ناخده الأعراس النساء إلى آخره، ونبدأ نخليه يقلد المرأة. فبالنسبة إليه في قرارة نفسه أنا امرأة لكن خفية، فيحاول أنه يفرض هذه المرأة هذه الخفية اللي موجودة بداخله بكل هذه العمليات الجراحية اللي راح يقوم بها. لكن في الحقيقة هو إنسان اللي راه يعاني كثيرا من ناحية النفسية، في تكوينه النفسي، في تكوينه النفسي الاجتماعي، لأن المجتمع دائما راح يصده، المجتمع راح يرفضه. ما ننساش أنه كل مجتمع عنده خصوصياته، كل مجتمع عنده العقيدة دياله، عنده العقيدة، عنده الديانة دياله، عنده أيضا القيم والتقاليد والأعراف اللي يصير بها هذا المجتمع. و لو نعود مثلا إلى المجتمع الجزائري، المجتمع الجزائري شديد في آرائه وفي أحكامه المسبقة، من ناحية أنه هذا الفئة هذه لا يتم تقبلها في المجتمع، بالرغم من أنهم يفرضوا نفسهم الآن. إذا كنا قارنا مثلا بسنوات ماضية، في سنوات ماضية كانت عندنا هذه الشريحة، لكن كانوا يعيشوا خفية، يعني يعيشوا في الليل، لكن الآن أصبحوا يفرضوا نفسهم، يفرضوا نفسهم على أنهم يمشيوا وهما مثلا جماعة، يمشيوا ويفرضوا طريقة لباسهم، طريقة تسريحة شعرهم، طريقة الاعتناء بالبشرة، يعني بأشياء كثيرة اللي كان في سنوات ماضية ما نشوفوهاش هذه الشريحة هذه في المجتمع. لكن يبقى أنه المجتمع أراءه يعني صعبة وصدهم يعني بطريقة متداولة، يعني ما هوش فقط يتم صد
قصدهم من قبل الأشخاص المسنين، لكن حتى مثلا من قبل الشباب من نفس السن، يعني أقرانهم في السن راح يكون عندهم طريقة تعامل جد صعبة، وماهوش من السهل أن نتقبل أنه هذا التغيير في خلق الله، لأن المرأة ولدت مرأة والرجل ولد رجل، ولكن كل هذا راجع إلى يعني استغلالات فكرية إيديولوجية عقائدية للسيطرة أكثر بطريقة أو بأخرى على مجتمع معين أو على بلد معين. وكل ما كانت يعني الركيزة هشة، كل ما كان سهل أن نتواصل مع هذا الأشخاص الذين يعانون من ناحية النفسية والإنفعالية. النقطة هذه بتاع المجتمع أنا من رأيي إنه ولا كل واحد يعيش الروح، هدره ما هدروش منها ما داروش، هو صح فيها القيل والقال، كيما بار اكزومبل فوتو حاجة في تيفي ولا منها تسمع غيرها كيما يقول لك وكيما يقول لك وكدا منه وكدا من هي. لا أخو أخو هدر مش كاين، ولا اسكت ما راكش شريف الهدر يا أخو، ولا راك تحوس على الهدر باش تعرف. دوك أنا في حالة نفسية مكرفس داخل في بعضايا، بس دي جي واحد بار اكزومبل يقول لي وش بيك هكذا ومنه ويضحك وما عرفش فيا ويتفل ولا ما باليش على يدير تسمى المجتمع هذا كل واحد يعيش روحه، الناس كل تقول لي انتيكو اليكس هذا ما كان هلا نهار الاخر كي راح يموت الانسان كي يروح للقبر شكون يروح معه؟ شخصي فيه شكون يروح معه؟ يعني افعاله فضل المجتمع للناس لا من بعد كي راح نقبل ربي راح نقبله وحدي مشني راح نقبله مع الناس سيبه. الحياة النفسية لهذا الأشخاص اللي يعني يفكروا في التحويل الجنسي هي حياة جد متذبذبة. صد هذا الأشخاص راح يخليهم أكثر تغمس أكثر في هذه الشبكات، ويخليهم أكثر عرضة لهذه الإغراءات التجارية من ناحية العمليات الجراحية اللي راح تغير في 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 جنسهم. لكن لو أنه تكون مرافقة وتكفل نفسي بأشخاص اللي عندهم تكوين حقيقي في هذا الموضوع، راح نخلي راح ننقص من حالات هذه تاع الأشخاص اللي راح يعانيوا من التساؤلات، هل أنا حقيقة في الأصل امرأة على هيئة رجل، هل أنا رجل على هيئة امرأة، يعني كل هذه التساؤلات هذه كلها لو أنه تكون مرافقة نفسية فعلية راح نتجنب الكثير من الكوارث اللي رانا نشوفوها يوميا في حياتنا، لأنه الشخص هذا يلقى نفسه صد من قبل المجتمع، صد من قبل المختصين، ويعني الأذن الصاغية من هي؟ هي هذا المواقع اللي راي يتجند في هذا الفئة الهشة، هي هذه المصحات عبر الدول الجوار اللي راهي تقدم لهم إغراءات وتقدم لهم تسهيلات لإجراء هذه العمليات الجراحية على حساب التوازن الاجتماعي و توازنهم أيضا، لأن في كثير من الأحيان هذا الشخص هذا يعني نقاوه أنه يعاني من تساؤلات كثيرة، هل أنا رجل هل أنا امرأة، ولكن أيضا بعد إجراء العملية التساؤل راح يبقى، وهذه التساؤلات التي ليس لها إجابة راح تفتح بوابة لكثير من الاضطرابات النفسية المعقدة، ولكن أيضا اضطرابات ذهنية ندخل في إطار آخر لأن في إطار المرض العقلي، وتخلي أنه الإنسان أكثر عرض للانتحار مما من شخص آخر اللي عنده مشاكل نفسية عابرة. فيجب أنه نأخذ بعين الاعتبار الآن أنه التكوين يجب أنه يتماشى مع مستلزمات الحياة، ونقول كل الهجمات التي تأتي عن طريق الإعلانات، عن طريق المواقع التي تسمى بمواقع اجتماعية وفيها في الحقيقة ليس لها من اجتماعي إلا الاسم، والمواقع الإباحية إلى آخره. يجب أن نجند أنفسنا كمجتمع لصد كل هذه الهجمات، وأن نأخذ بيد هذا الشخص اللي في الحقيقة ما هو إلا يعاني من هشاشة من ناحية النفسية اللي خلاته عرضة لهذا المواقع.
فيه علاج لو أنه حقيقة يتم تكفل بهم يعني. والحقيقة أنه التكفل يجب أنه يكون في مصحات، لأنه لازم نعلم الإنسان هذا أنه يعيد التكيف مع الحياة الاجتماعية، يعمل يتم تقبل الصورة الذاتية التي ولد بها والتي خلق بها، وليس أنه الصورة التي أردنا أننا نضعها له من خلال هذه المواقع مثلا الترويجية للمثلية الجنسية وللشذوذ الجنسي إلى آخره. فهذا كله يتم في إطار يعني محدد، في إطار منصحات مختصة بهذا، وليس كما هو مثلا في الغرب أين نريد أن نفرض هذا الفئة داخل المجتمعات ونريد أن نفرض وجودهم بحجج مختلفة على أنه راجع إلى أنه الإنسان هذا راحته النفسية في الاختلاف الجنسي إلى آخره. فيجب أنه الموضوع هذا يؤخذ بالجد، لأن عندما نرى ما يتم التعامل به في المجتمع وعدد هذه الأشخاص اللي أصبحت يعني تعمل بالعلن، تخلينا أنه نطرح تساؤلات كثيرة. ما دورنا وكمجتمع، وما دورنا أيضا لحماية الجيل الصاعد؟ هل سنرضخ لهذا الإغراءات التي تأتيهم عن طريق الإعلانات، أو أنه كيف نتعامل معهم؟ هذا لن يكون إلا بدراسات علمية حقيقية وفعلية في مراكز البحوث الجامعية، ويعني يتم أيضا أخذ بهذا الموضوع هذا بعين الاعتبار من قبل المصحات المختصة. لا يوجد نص قانوني في قانون العقوبات الجزائرية يتعلق بالتحول الجنسي، بالرغم من وجود مواد تعاقب على الشذوذ والممارسات غير الأخلاقية لشخصين من نفس الجنس. ويعاقب قانون العقوبات الجزائرية بحسب المادة رقم 338 كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة تتراوح ما بين 500 إلى 2000 دينار جزائرية. هذا الموضوع بقدر ما هو بالنسبة للجزائريين موضوع حساس جدا، ولكن دعينا في النص في الإطار القانوني. عندنا ثلاث نصوص: قانون الحالة المدنية، قانون الأسرة، قانون العقوبات. لما نحاول نبحث عن هذه الحالة وهي التحول الجنسي من جنس ذكر إلى أنثى، أو من ذكر إلى أو من أنثى إلى ذكر، نجد غياب النص. لماذا غياب النص؟ لأن المشرع يقنن ويحدد نصوص قانونية لظاهرة موجودة، لفعل موجود. هذا الفعل بالنسبة لنا في الجزائر نقدر نقوله حتى وإن كان موجود على مستوى محدود جدا في حالات، ولكن لم تعرف حتى هذه الحالات، ومازال باللي من الطابوهات ومن المحرمات في المجتمع. ولذلك ما عندناش نص قانوني صريح في انه يجيز او يحرم. ولكن تاكدي من شيء، انه في ظل عدم وجود نص قانوني انه المتحول جنسيا لن ينال حكما قضائيا لصالحه، رغم من أن الظاهرة هذه بدأت تظهر الآن. الأخوة يبدو لي بلي كان حكم قضائي عند الأخوة في تونس منذ أيام صدر حكم قضائي، وين يجيز هذه الحالة هذه. ولا المسألة ليست مسألة شخصية لصيقة بشخص الإنسان الذي يقوم بعملية التحويل، المسألة ترتب عنها جوانب أخرى: الصفة في الميراث، علاقاته، التزاماته، روابطه القانونية، كونه طرف من الأطراف ربما في عقد من العقود إلى غير ذلك. ولذلك يقول بأنه من اليقظة أنه على مستوى الميلاد لما يلد الطفل لابد من تأكد طبيا بأنه مستوفي للصفات الطبيعية للجنس كذكر أو أنثى. في حالة وجود خلل أو كذا، هذا لابد من أن يطرح طبيا ويتم الفصل فيه. ولكن أنه يكون فيه خلل ونتركه هكذا الخلل وينشأ الطفل ويلحق السن المراهقة وتبدأ تظهر عليه علامات غير علامات الجنس
الذي منسوب إليه ذكر أو أنثى. هنا نقول بأنه لابد من تفادي ذلك من خلال ماذا؟ من خلال كونسلت الطبي، يعني يفصل في صفة هذا الشخص. وكاين الطبيعة سبحان الله، يعني هذه إرادة الله، وين يكون بين الذكر والأنثى، لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى، هذه مسألة علمية، مسألة طبية تأخذ مجراها على مستوى الطب وليس على مستوى القانون. القانون قد يأتي لاحقا لمعالجة هذه الظواهر. مدام احنا اولا اننا قد اكون متيقن بانه على مستوى التطور الطبي عندنا هذا النوع من العمليات ما كاش وماشي مطروح. لماذا؟ لانه حتى في المجتمعات الغربيه وبالتحديد في البلدان الاسكندنافيه او اوروبا الغربيه، يعني بعض الدول المسألة ما أخذتش يعني قال عشرية من الزمن أو كذا، لا مرت بمراحل عدة، والعملية مكلفة جدا يعني ماشي في متناول الكل، ولذلك القطاع العمومي لن يتحملها لأنه مسألة شخصية. ولذا نقول أنه بالنسبة لنا ما زلنا بعاد على هذا الطرح، ومن المهم جدا إعلاميا الاهتمام بهكذا موضوعات، لأنه قد تطرح في مرحلة من المراحل اللاحقة عن قريب أو عن بعيد قد تطرح هذا النوع من المسائل اللي تصل بكذا. لماذا؟ من منطلق الجيل انت حقوق الإنسان اللي وصلنا له الآن، وين أنه من حقوق الإنسان كذلك أن يملك حرية التصرف وحق التصرف في جنسه، في جسده، في كينونته. وهذا الحمد لله احنا مازلنا بعد. لماذا؟ لانه كاين القاعده اللي موجوده عندنا وحتى في اللوائح الدوليه اللي نتصادق عليها الجزائر وكذا، كل ما يمس قواعد الشريعه الاسلاميه بالنسبه لنا فيه تحفظات على مستوى اللوائح الدوليه والصكوك والاتفاقات الدوليه. عندنا تحفظات نسجلها، كل ما يمس بمبادئ الشريعه الاسلاميه هكذا. وهذا اهم شيء من الاشياء اللي تسمى، لانه النص بالنص القانوني الذكر والانثى ما واضحين، ولا بالنص القانوني عندنا كذلك انه لما نقول ذكر شيء لما نقول الانثى شيء اخر. الشذوذ محارب قانونا، الشذوذ محارب قانونا. لماذا؟ لانه ظاهره الشذوذ ليست حديثه وموجوده، وموجوده بوجود البشريه يعني، ولذلك كظاهره موجوده المشرع تصدى لها لانها ضد الطبيعه، لانها يعني فعل ضد الطبيعه. وما دام فعل ضد الطبيعه فالمشرع يتصدى لها وجرمها، يعني من الافعال المجرمه، بالرغم من انه الشذوذ هو حاله نفسيه، هو حاله مرضيه، هو حاله يعني تتصل بالتربيه نتاع الانسان، بالنشاه، بالظروف، بالمحيط، بالبيئه الى غير ذلك، ولكن الظاهره كظاهره موجوده. لما تستشري ولا تظهر ولا استنادا اليها يراد، هنا يتصدى لها القانون. جنحة وعقوبة الجنحة تعرفي باللي من سنة إلى 5 سنوات أقصى عقوبة، يعني هذا هو. وإذا أخذنا حكم الشرع الإسلامي في عمليات تغيير الجنس، فيعد هذا محرما بحكم النهي الوارد عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، حيث يرى الدين الإسلامي أنه اعتراض على ما قدره الله سبحانه وتعالى ومحاولة للتدخل في قضاء الله وقدره، ولا يصح إجراء مثل هذه العمليات شرعا. علاقتي بالله سبحانه وتعالى هو خلقني صح، أنا عبد ولازمني نعبده، أما شو حسابي بيني وبينه، ثم نغلط يحاسبني، صحيح يحاسبني، ثم مخلع عليه ما نقدرش نهضر على ربي سبحانه، مخلع عليه هو كيفاش يشوف فيا، كيفاش هو بيسكو، هو اللي داري، هو اللي قادر على كل شيء، خليها على ربي، ما نقدر ندير حاجه. سي فري ساعات نشي نسي نشاهد نستغفر منا، بصح انا فوالي دابا هيك شيطاني، شيطاني حضر بيسكو هذا، شيطان راه منه ومنه ومنه ومنه، اما ربي راه منه، شيطان راه يخترب يدور عنه. وربي هو الفور، ثم نشاهد نستغفر نورمال، يبقى الشيطان يدور بيه، والشيطان لازم يفسد بنادم، هو بطل الأرض باش يفسد بنادم، علاش راه بطل الأرض شي باش يفسد بنادم؟ وربي سبحانه قال بنادم إلا أنت عندك كاباسيتي وعندك قدرة باش تخلي الشيطان يوعد، الله غالب، أنا ما عنديش قدرة، مش عندي،
الحكم في شرع الله تبارك وتعالى على هذه الحالة معروف وبين وواضح، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الحالات منفردة في وقته أو منعدمة كلية كان صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن تتفشى فينا هذه الحالة أو هذه الظاهرة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الصريح قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وقال كذلك في حديث آخر: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبس الرجل. وما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. انظروا إلى رحمة الله عز وجل كم هي واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، إلا أن هؤلاء القوم يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة ويوم القيامة كذلك لا ينالون هذه الرحمة الشاسعة والواسعة، بل هم ضمن الأبالسة من شياطين الإنس والجن، فلا تمسهم رحمة الله تبارك وتعالى أبدا. لماذا؟ لأن الأمر خطير جدا. ففصل المولى تبارك وتعالى أنه خلق بتقديره بحكمته بعلمه، وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بيّن أنه خلق الذكر بصفاته وبمميزاته، وخلق الأنثى كذلك بصفاتها وبمميزاتها، كائنان مختلفان جدا. ولهذا بيّن قال الذكر وقال الأنثى، لو كان مشتبها لما كان هنالك داعي لكي يفصل بين خلقه للذكر من جهة وخلقه للأنثى من جهة. الذي يكون قصدا وعمدا، التخنث الذي يكون خلقة يعني هو هكذا يمشي مشية النساء ليس متعمدا أبدا، أو هكذا هو طبعه هكذا يعني ولد هكذا، فهذا لا, لا, لا يدخل ضمن أحاديث اللعن. مشكلة التخنث التي نتحدث عنها هو التي يتعمد شبابنا فعلها، يعني يفعل ذلك عمدا، يفعل ذلك قصدا، يروح مثلا الذي يبيع الذهب ويطلب منه القلادات التي يضعها النساء في آذانهم أو في رقبتهم، وتجده بعد ذلك يلبس لباسا يتشبه بالنساء ويتكلم أو يتناول أدوية من خلالها يجعل صوته رقيقا كحبوب منع الحمل مثلا، ويتناول حبوبا خاصة من أجل أن يكون له وجه كوجه النساء. هذه كلها أمور محرمة، ويكون التحريم أشدا وأشدا إذا تطرق أو إذا ذهب الرجل إلى مراكز العمليات من أجل أن يقوم بعملية يتحول من خلالها إلى امرأة أو يضيف شيئا لجسده متشبها بالنساء، فهذا جرمه أكبر وأكبر، لأنه بدل خلق الله. وإبليس اللعين لما خرج عن طاعة الله عز وجل وحكم عليه المولى تبارك وتعالى بجهنم وبئس المصير، هدد إبليس وقال: لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. لا توجد إحصائيات عن عدد المتحولين جنسيا في العالم أو في الجزائر، لكن مؤخرا ازداد عدد الدول التي تعترف بالمتحولين جنسيا أو كما يطلق عليهم الجنس الثالث ضمن تعدادها السكاني ونظامها الاجتماعي. من أوائل تلك الدول كانت النيبال، فقد قضت المحكمة العليا النيبالية على التفرقة العنصرية ضد المتحولين جنسيا في عام 2007، وأمرت بإضافة خانة الجنس الثالث في استمارة التعداد السكاني، ولكن بدأ استخدام تلك الاستمارة عام 2011، لذلك تعتبر النيبال الدولة الأولى التي قادت الطريق للاعتراف بالمتحولين جنسيا في باقي دول جنوب آسيا، وذلك عن طريق منح جوازات سفر تحمل خانة الجنس الثالث على صفحاتها. الهند هي الأخرى والتي تضم نحو 6 ملايين متحول جنسيا، بحيث قررت السلطات الهندية منح المتحولين جنسيا حق التصويت في الانتخابات، مما يعني اعترافا ضمنيا بهم كمواطنين لهم كامل حقوق المواطنة. في العالم الإسلامي قام المحامي المتخصص في الشؤون الإسلامية محمد إسلام خاكي برفع دعوى قضائية خاصة في المحكمة العليا للاعتراف بالمتحولين جنسيا، يأمر بعدها رئيس المحكمة العليا هيئة قاعدة البيانات الوطنية والسجل المدني الباكستاني بإصدار بطاقات هوية قومية للمتحولين جنسيا باعتبارهم جنسا ثالثا.
كما منحت بنغلاديش 10,000 متحول جنسيا الحق في التصويت منذ عام 2009، ولكن الحكومة اعترفت بهم كجنسا ثالثا في نوفمبر 2013. كما أعلنت رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة بنفسها منحهم بطاقات قومية وجوازات سفر تحمل فئة الجنس الثالث. وتعد ألمانيا أول دولة أوروبية تعترف رسمياً بالمتحولين جنسياً، فقد قررت في نوفمبر الماضي أن تمنحهم شهادات ميلاد للأطفال مزدوجي الجنس. تسمح نيوزيلندا لمواطنيها بوضع علامة أمام النوع في جواز السفر، وحسب القانون النيوزيلندي فإن الشخص الراغب في التحول جنسياً وتغيير نوعه في الأوراق الرسمية يحتاج إلى إعلان من محكمة الأسرة. في أستراليا فيمنح القانون الحق لكل مواطن يرغب في تغيير نوعه الجنسي في الأوراق الرسمية، كما اعترفت الحكومة الأسترالية بأن الناس ليسوا بالضرورة إما نساء أو رجال، ولكن هناك نوعاً آخر وهم المتحولين جنسياً. وأثير جدل مؤخراً حول رفض الجيش الأمريكي لانضمام المتحولين جنسياً ضمن صفوفه، على الرغم من وجود ما يقارب 7,000 متحول جنسي على الأراضي الأمريكية.